شفاعته. أمين. ارزقنا يوم القيامة من يديه الشريفتين شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، نعيش لحظات فارقة في حياتنا. هذه اللحظات هي لحظات الوداع، وما أصعب الفراق على الأحبة، وما أصعب الوداع، وما أشد وقعه على القلب. فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق، كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله. وإن للفراق لأثرا على القلب والفؤاد، ولربما قد لا نلقى هذا الحبيب، ولربما قد لا نلقى هذا الضيف من جديد. فكم مات من الناس قبل أن يدخل رمضان، صاموه العام الماضي ولم يستطيعوا صيامه في هذه السنة. الله أكبر. قلت أيها الأحبة الكرام، اقترب وقت الوداع لهذا الضيف الذي لطالما كررت جملة وقلت فيها: إذا كان الضيف هو الذي ينزل عندك فتعطيه، إذا كان الضيف هو الذي ينزل عندك فتعطيه، فإن هذا الضيف هو الذي يعطيك، هذا الضيف هو الذي يعطيك. وقد اقترب وقت توزيع الجوائز في نهاية رمضان، جائزة المغفرة، وجائزة العتق من النار، وجائزة شفاعة القرآن، فإن القرآن يشفع لصاحبه، وإن الصيام يشفع لصاحبه في هذا الشهر المبارك. وإذا كانت سنة الله عز وجل أزلا وحالا قد اقتضت أنه لا بد للاجتماع من الافتراق، فإن الأصل هو أن يودع صاحب البيت ضيفه بأحسن وداع، وأن يفارقه على أحسن هيئة وأحسن وجه. ورمضان يعلمنا مسألة مهمة جدا، وهي أن كل بداية لها نهاية. فكما ابتدأ رمضان قبل أيام، ها هو الآن ينتهي. فكل شيء بدأ في الوجود لابد له من نهاية، والله عز وجل يقول: كل شيء هالك إلا وجهه. فرمضان سينتهي وسيأتي بعده شهر آخر ينتهي، والحقيقة هي أنك أنت من تنتهي، أنت أيها المكلف، أنت يا عبد الله، أنت الذي تنتهي شيئا فشيئا. ونفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. ونفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يقربك من أجلك. وهذه فلسفة العمر، وهذه حقيقة فقه الزمان والوقت. كل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. نسير إلى الأجال في كل لحظة، وأعمارنا تطوى وهن مراحل. تزوج من الدنيا بزاد التقى، فعمرك أيام وهن قلائل. الحقيقة هي أنك أنت يا عبد الله من تنتهي، فقد زال وانتهى رمضان، وانتهى شطر من حياتك معه،
وانتهى جزء من حياتك مع هذا الشهر المبارك الكريم. لكن الناس في غفلة عن هذه الحقيقة، حقيقة العمر وحقيقة الزمان، الناس في غفلة عنها، مع أنها هي كل حياة الإنسان، وهي الوعاء الذي يقوم فيه الإنسان بالفعل. فإذا انفصل الفعل عن الزمان فلا فعل ثم ولا زمان. فالزمان هو الوقت الذي تفرغ فيه أفعالك. ولذلك يعلمنا رمضان، فالله عز وجل عندما قال أيام معدودات، أيام معدودات فيه من باب التيسير، ثم فيه إشارة إلى أن هذه الأيام ستنقضي وسيحل محل هذا الشهر شهر آخر وأيام أخرى من أيام الله. والله عز وجل جعل هذه الأيام يتلو بعضها بعضا ويلحق الليل النهار والنهار الليل من أجل أن يتذكر الإنسان نهايته. فلذلك يقول الحسن البصري ابن آدم، أو يقول الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. الليل والنهار كالمقص الذي يقطع خيط الحياة، أو يقطع شوية شوية، فعندما تقوم قيامته وتأتي نهايته يقص شريط حياتك فتنتهي حياتك. فإما إلى وكذا، وإما إلى جنات النعيم، نسأل الله يرزقنا هذه الجنة. هذه الحقيقة التي يعلمنا رمضان إياها قبل أن نودعه. فكل من على الأرض سيودع، وكل من اجتمع بحبيبه لا بد أن يفارقه. والفراق نوعان، فراق الأحبة، فراق الحبيب، واللقاء نوعان، لقاء الحبيب لحبيبه، ولقاء البغيض لمن يبغضه، والعياذ بالله. ولذلك أيها الأحبة الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرتقي إلى درجة الحسن بمجموع طرقه ووصف سنده بأنه جيد، يقول ربنا جل وعلا يوم القيامة: أين جيراني؟ هذه الله عز وجل يسأل عن الجوار، فتقول الملائكة بسؤال فيه نوع من الاستفهام، تريد أن تفهم، تقول: ومن ينبغي أن يجاورك يا رب؟ شكون هذا اللي يكون الجار ديالك؟ والملائكة هم جيران الله عز وجل، لأنهم يعبدون الله عز وجل ولا يسأمون، لا يقفون عن العبادة طرفة عين، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. فتخيلوا معي هذا العنصر وهذا الكائن وهذا المخلوق الذي يسبح الليل والنهار لا يفطر عن العبادة، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الملائكة تتعجب، هم جيران الله، يعبدون الله، يسبحون الله، يذكرون الله، لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم. وظيفتهم العبادة، خلقوا للعبادة ولأداء مهمات ووظائف أخرى. طبعا بعض الملائكة مكلفون بالرياح، وملائكة مكلفون بالموت، وملائكة مكلفون بقسم الأرزاق، ومكلفون بإيصال الأرزاق، وملائكة مكلفون بالرعد، وملائكة مكلفون بالشتاء بالغيث، وملائكة مكلفون بالبحار، وملائكة مكلفون بماذا؟ بتبليغ الرسائل، بنفخ الصور. كل ملك له وظيفته، ويعطى لهم من القوة بحسب ما عندهم من الوظائف. فإن كانت وظيفتهم تقتضي سرعة، زيد لهم في الأجنحة والسرعة حتى يؤدوا الوظيفة في الوقت المطلوب على الوجه المطلوب. والله عز وجل يقول: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، أي أصحاب أجنحة، مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل وله 600 جناح وقد غطى الأفق، لأن وظيفته سريعة هي تبليغ الوحي. قلت: هؤلاء الملائكة بهذا الحجم وبهذه الوظائف وبهذه المهمة، يسألون: من ينبغي أن يجاورك يا رب؟ الله ينادي: أين جيراني؟ تقول الملائكة: ومن ينبغي أن يجاورك يا رب؟ فيقول الله تبارك وتعالى: أين عمار المساجد؟ أين عمار المساجد؟ سؤال نقدمه لأنفسنا: أين عمار المساجد؟ هؤلاء يكونون في جوار الله، والله عز وجل لا يسأل هذا السؤال وينادي على هؤلاء. ورمضان هو فرصة للانطلاق
حتى يكون العبد مجاورا لربه في بيته في الدنيا. ومن جاور الله في الدنيا جاور الله في الآخرة. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل. جزاء الوفاقة، الجزاء الإحسان إلى الإحسان. فكن جارا لله. ومن هذه الوجوه وهذه الخيرات التي نراها اليوم الآن ولله الحمد مجتمعة يعني متحلقة محدقة حول مائدة القرآن ومائدة الصلاة ومائدة الذكر، لمشاهد مفرحة. نرجو الله عز وجل أن يستمر كل واحد منا في موطنه في مكانه في حيه مجاورا لبيت ربه عز وجل. أين جيراني؟ قل الله عز وجل أين عمار المساجد؟ أين عمار المساجد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة من هؤلاء السبعة ورجل قلبه معلق بالمساجد. اللهم لا تحرمنا من هذه الصفة. ورجل قلبه معلق، تفهمون ما معنى معلق؟ يعني وصل الغاية في الاتصال، معنى لا نفكك له عن بيت الله. فكلما أذن المؤذن ونادى المنادي حي على الفلاح، والشريعة هذه عنوانها هو الفلاح، حي على الفلاح أي تعال أقبل، وحي اسم فعل بمعنى أقبل عند علماء العربية، حي على الفلاح أي أقبل على الفلاح. ونداء الفلاح يتكرر في اليوم خمس مرات، خمس مرات. فمن زهق منهم فلاح في الصباح يدركه في المساء وفي الفجر. لكن لا يئس الإنسان ورجل قلبه معلق بالمساجد، قد يكون في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا الحشد وهذا الحضور المكثف اليوم وفي سائر رمضان لبشرى عاجل المؤمن أو عاجل بشرى المؤمن. يجب أن يستثمر الإنسان مثل هذه اللحظات ومثل هذه المشاهد في ماذا؟ في استمرار. وهذا أفضل شيء نودع به ربنا، هو أن نستقبله أو نودعه بمثل ما استقبلناه. والنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى ميزان وضابط عجيب جدا. هذا الضابط به تعرف قبول حسنتك من عدمها. إذا بغيت تعرف واش الله قبل منك أو ما قبلش منك، يعني تأمل هذا الضابط. لأن الله عز وجل يقول إنما أداة حصر، إنما يتقبل الله من المتقين. في قصة ابني آدم إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لا أقبلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. وشهر رمضان شهر المتقين وشهر التقوى لعلكم تتقون أيام المعدودة. قد يقول قائل ماذا أعرف أن الله أقبل مني؟ وهذا الضابط عجيب جدا أيها الأحبة الكرام. باش نعرف أن الله أقبل مني، قال العلماء وأن يوفقك الله لحسنة أخرى. فإن فعلت حسنة ووفقك الله لحسنة أخرى، أي استمر الإنسان على نفس النهج والنمط والنسق والنظم. إذا عمل حسنة عمل مرا حسنة أخرى، عمل مرا حسنة أخرى، فليعلم بأن الأولى قد قبلت ودفعته إلى الثانية، والثانية قبلت وسلمته إلى الثالثة. وهذه عملية معادلة رياضية، يعني هذه تسلمك إلى هذه وهذه تسلمك إلى هذه، إلى أن يحصل الإنسان في الأخير نتيجة وعدد هائل جدا. يعني هذه العلامة أن يوفقك الله لحسنة أخرى، إنما يتقبل الله من المتقين. فلذلك أيها الأحبة الكرام أذكر مثل هذه المعاني حتى ندرك أمرين. أولا به بدأ هو أننا سننقضي كما انقضى رمضان. وإذا كانت طبيعة الإنسان أنه سينقضي، وهذه المسألة الأولى التي أركز عليها، أنه إذا كان الإنسان طبيعة أنه سينتهي وليس في يده ضابط أو معلم يعلمه متى ستنتهي حياته، وهذه من الأمور التي تركها الله عز وجل مجهولة محجوبة. لماذا؟ فهو في الإخفاء احتفاء حتى يحتفي الإنسان ويجتهد، لأن العمر للإنسان مجهول ما عرفش إذا بقش عيبه. ولذلك لماذا حجبت هذه الحقيقة؟ حتى يجتهد الإنسان، حتى لا ينسى، يبقى مجتهد، لأنه ما كيعرفش النهاية ديالو متى ستأتي. فلذلك أيها الأحبة الكرام،
أقول إذا كانت الحياة ستنتهي فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن أربعة. ما يتحركش الإنسان يوم القيامة ما يتزعزعش حتى يسأل هذه الأسئلة عن عمره فيما أفناه. بمعنى هذا الزمن اللي كنعيشه ماشي فابور يعني عطاه لنا الله عز وجل معنى هبة، ولكنك ستسأل عنه لأنه وعاء الفعل. وعاء الفعل هو الزمن، هو واحد الكاس كنعمرو وشوف باش كنعمرو والوعاء. لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن أربعة، عن عمره فيما أفناه. فاش فنيت العمر؟ هذا الزمن الذي أعطيته لك، في أي شيء صرفته وقطعته ووزعته، وعن شبابه فيما أبلاه. ومرحلة الشباب مرحلة عجيبة جدا، أي في أين أبليت شبابك؟ يا شباب المسلمين، يا شباب المسلمين. المسألة مش عادية، ولذلك أقسم الله بالضحى، أقسم الله بالليل، وقد ذكرت هذا أنه إن النبي فقط أقسم الله بالليل، أقسم الله بالنهار، ماذا؟ تنبيها على أو إلى قيمة الزمان في صناعة الإنسان، في ارتقائه وانحداره، في تقدمه وتقهقره، في رقيه وانحطاطه. والزمان فاملأه بما شئت، فاملأه بما شئت، فإن الورقة في يدك فاكتب فيها ما تشاء، فإذا انتهى وقت الامتحان تسحب الورقة من صاحبها. والمسألة الثانية يا أحبتي الكرام هي نودع رمضان بمثل هذه المشاهد، نودع رمضان بقراءة القرآن. ولله الحمد أنا أفرح حين أسمع الكثير من الناس يختموا جوج ختمات ثلاث ختمات في رمضان. استمروا على هذا، استمروا على هذا، لأن الله عز وجل قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، معنى استقاموا أي داموا على الفعل، مش في رمضان فقط، هذه في خير كبير، ولكن هذه بداية لا نهاية لها. اجعل رمضان نقطة الانطلاقة، نقطة الانطلاقة نحو السلوك والترقي إلى مقامة الإيمان والإحسان. ما نوقفش، ختمتي سلكة حاول ختمة، حاول جعل واحد الختمة ولو في كل شهر ولو في شهرين على الأقل. كان إنسان يقوم الليل في رمضان على الأقل يستمر، ولو حنار يقل وحنار ينوض وحنار يدي الناس على الأقل شوية شوية، لأن الأمور تمشي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الأعمال التي هي قليلة مع استدامتها. كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدومها ولو قل، أحب الأعمال يا الله أدومها ولو قل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من العمل ديمة. ما هو ديمة؟ أي مستمر ولو قليل، ما يسمى عند الياباني فلسفة إضافة بسيطة، ديما ضيف شوية ضيف شوية ضيف شوية، وهذا هو اللي يصنعوا الفارقة بينك وبين الآخر. تنهار ديالك ديما كتعمق كتزيد فيه شوية، آخر وقت مطعم تزايد ولو غير سنتي غدا زيد سنتي، معناها كتجبر عملتي كيلومتر بينك وبين واحد ووقف ولا ضربتي كيلومتر شوية، زغنتي جوج كيلومتر شوية مشيتي ولقى مطعم. هذا الفرق أيها الأحبة الكرام. دوموا، وإذا كان رمضان شهر القيام دوموا، شهر الصلاة والقرآن دوموا، فإن الله عز وجل يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وأختم أيها الأحبة الكرام، والإنسان حقيقة لا يمل من مثل هذه المجالس، إن مجالس هذه المجالس هذه سماها النبي صلى الله عليه وسلم رياض الجنة. الرياض هي الجنة، كاين الرياض ادعو الشق، نعرفو ياه ادعو الشق هذا هو اسبانيول وهو تحفة من تحف الأندلس طبعا، وكاين رياض ديال كذا، كاين رياض ديال كذا، هو خبر راسو كاين واحد الرياض اسمه رياض الجنة. هذه المجالس هذه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، استنشقوا وتمتعوا. قيلوا ما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. هذه نحافظوا عليها. شوف الإنسان باللي كيخرج رمضان غير رمضان كجبروا عنده يعني عنده الكتالوج ديال جميع المباريات، باش نقول لك تبلو شويه على هذا، يعني فوقاش لاعب فلان، فوقاش لاعبين كذا، شكون داخل الدار، شكون خارج الدار، شكون طالع، شكون هابط، شكون خرج، شكون دخل في البلاطيه، شكون ما دخل فيه، شكون مشكل، شكون مضروب، شكون كذا. ولكن كنسول شي واحد في مرتين هنا كنعرف شي جماعه كيكون فيها الدرس داخل على دار العام شي بوطه عليا، خافتي طوال الباب حتى واحد، ما عندوش الكتالوج شي جماعه تماما. يعني حافظوا ايها الاحبه الكرام، أختم فأقول تصدقوا، تصدقوا وابحثوا عن الفقراء
والمساكين، فإن الصدقة نور، الصدقة تدفع البلاء، والصدقة يكون صاحبها يوم القيامة في ظلها، في ظلها حتى يقضى بين الناس. هذه الصدقة اللي كتصدق يوم القيامة كتكون لك وقاية من النار، حجاب انت تحت النار والله عز وجل حتى يقضي بين الناس. عاد كيجي اصحاب الصدقة والناس في الغرق وفي شدة الحرب، فأكرموا الفقراء، ابحثوا عن الضعفاء، فإن الصدقة تدفع الوباء وتدفع البلاء وتدفع المرض. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صيامنا، وأن يتقبل منا قيامنا، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يجعلنا من القائمين ومن الصائمين ومن الذاكرين ومن الشاكرين، وأن يجعلنا ممن يدومون على مثل هذا الحال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يملؤون بيوته دائما وأبدا. اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم، يا آمين آمين يا رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.